سيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المحترم سيد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيدة عمدة مدينة الرباط، السيدة مديرة مكتب الكيبيك بالمغرب مدام لا ديريكتريس دو كيبيك غابا، السيدات والسادة الحضور الكرام كل باسمه وصفته، السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، اسمحوا لي أن أجدد بدوري الترحاب بكم في هذه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم أهم مضامين الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، والذي ككل سنة يحظى برعاية مولوية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الدورة التي كما سبق وتحدث السيد الوزير اعتمدت مقاربة تشاركية ناجعة وفعالة مع كل من مصالح ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة سلا القنيطرة وجماعة الرباط، الذين نجدد لهم الشكر والامتنان على الدعم المتواصل لهذا الحدث السنوي الثقافي المتميز. إذن المعرض سينطلق هذه السنة من 2 يونيو إلى غاية 11 يونيو، وسيكون في فضاء ولم سويسي. نستضيف كما سبق الذكر هذه الدورة الكيبيك كندا كضيف خاص. سيشارك في هذه الدورة 51 بلد من مختلف القارات. نحرص في وزارة الشباب والثقافة والتواصل على أن تكون كل دورة هي دورة مميزة وتتسم يعني بالجدة، وجديد هذه الدورة يعني سنلمسه على عدة مستويات. أولاً على مستوى تهيئة الفضاء، عملنا هذه السنة على زيادة مساحة العرض بمقارنة مع السنة الماضية بنسبة 17%، لتصل مساحة العرض هذه السنة 17,675. هناك كذلك زيادة في مساحة الأروقة ذات التصاميم، مما يؤكد على الإقبال الذي أصبح يحظى به المعرض الدولي للنشر والكتاب. هناك أيضاً تقديم تهيئة جديدة ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للجمهور على مستوى الاستقبال، حيث تم تهيئة فضاءات للاستقبال والقراءة في المعرض. هناك أيضاً توسيع لخدمات المطاعم، وأيضاً جديد هذه السنة هو توسيع فضاء الطفل. على مستوى العارضين، على المستوى العارضين يشارك في هذه الدورة ما مجموعه 737 عارض، يشكل منهم 287 عارضا مباشرا، من ضمنهم 51 عارض يشاركون لأول مرة في المعرض، ويمثلون نسبة 17.7% من مجموع العارضين. بالنسبة للعارضين الغير المباشرين فيصل عددهم إلى 450 عارض غير مباشر. بالنسبة لباقي العارضين فهم موزعين كالتالي: هناك مقاولات النشر 183، السفارات 19، مؤسسات عمومية 24، المراكز والجمعيات 23، بالنسبة للموزعون 14، الوزارات 9، الجامعات والكليات 6، المعاهد والأكاديميات 6، والمنظمات الدولية 3. كما تتميز هذه الدورة وكما سبق وأن ذكرت السيدة مديرة معهد الكيبيك مديرة مكتب الكيبيك بالرباط، بحضور 32 دار النشر تمثلها الجمعية الوطنية لناشري كتاب بالكيبيك كندا، وهذا العدد الكبير يعد بعرض وثائقي واسع ومتنوع، وما هو الله يخليكم، ومما لا شك فيه فهو سيغني المضمون الثقافي لهذه الدورة. هذه لائحة لدور نشر التي سنستضيفها من الكيبيك، وكما سبق الذكر يعني يبلغ عددها 32 دار نشر. بالنسبة للرصيد الوثائقي، ستعرف هذه الدورة تطوراً على مستوى العرض الوثائقي بالنظر إلى الارتفاع الحاصل في عدد المشاركين بنسبة
5.13%، حيث سيصل الرصيد الوثائقي الذي سيعرض للزوار إلى 120 ألف عنوان بنسبة تطور 20%، تتوزع مقارنة مع السنة الماضية، تتوزع على حقول معرفية متنوعة، وستقدم من خلالها في هذا العرض دور نشر جديد إصداراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ستمثل الإصدارات لسنة 2022-2023-2021 56% من مجموع المعروض للزوار. كما ستعرف هذه الدورة كذلك تجديداً على مستوى الهندسة الموضوعاتية للبرنامج الثقافي الذي يتميز بتنوع التيمات واستضافة أسماء وازنة من عالم الثقافة والفكر والإبداع والسياسة والاقتصاد. في هذا السياق ستعرف فضاءات المعرض تنظيم 221 نشاطاً يشارك فيه بمعدل 22 نشاط في اليوم، يعني يشارك فيه حوالي 666، وهو رقم قياسي يعني في تاريخ المغرب، متدخل يمثل فيه المغاربة نسبة 73%. كما تولي هذه الدورة أهمية بالغة للطفل واليافعين من خلال عرض تثقيفي ستقدمه يجمع بين التثقيف والترفيه. اخترنا لفضاء هذه السنة تيمة بلادي مو ماروك، وسيعرف فضاء الطفل كل يوم تنظيم 60 نشاط ليبلغ عدد الأنشطة المنظمة في فضاء الطفل طيلة مدة المعرض 660 نشاط. وأخيراً، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف القطاع من أجل تيسير ظروف وصول الزوار إلى المعرض، سيتم هذه السنة أولاً وضع رحلات يومية نحو المعرض. عندنا هناك نقاط من هتكون حفلات يومية بنسبة 2 رحلات في اليوم من سلة جديدة، من مدينة تمارة، من تمسنا، من سخيرات أو عين عودة. كما ستكون هناك عروض خاصة بالنسبة لزوار المعرض اللي غيجيو عن طريق القطار، هناك تخفيض بتقريبا يبلغ 30% بالنسبة لزوار المعرض، خاصة بالناشرين والمحاضرين، وكذلك هناك تخفيضات بالنسبة للطلبة، وجميع يعني التفاصيل الخاصة بهذه التخفيضات ستجدونها في الموقع الإلكتروني للمعرض. هناك أيضا عرض خاص بالنسبة لحاملي جواز الشباب الذين سيخصص لهم تخفيض 50% من تعرفة الدخول عند تقديمهم لبطاقة جواز الشباب، لذلك يعني كنحثوا الشباب على تحميل هذا الجواز وتقديمه إن شاء الله عند الدخول للمعرض. جديد هذه السنة وهو مجانية الدخول لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني جميع الأشخاص سيدخلون لهم يعني المجانية للدخول للمعرض. هناك أيضا هذه السنة جديدها هو الحجز المسبق لتذاكر الدخول انطلاقا من موقع الإلكتروني للمعرض، وغادي هذه الخدمة ستكون إن شاء الله يعني على موقع المعرض ابتداء من الأسبوع المقبل. جديد كذلك هذه السنة وهو التسجيل في ورشات الأطفال، يعني راه تم يعني التواصل حول هذه الورشات مع الأكاديمية الجهوية. المدارس اللي مهتمة بالتسجيل في ورشات الأطفال، التسجيل بدأ بداية الأسبوع وسيستمر إلى يومين وسينتهي يومين قبل بداية المعرض، لذلك نحث يعني المدارس اللي بغات تشارك في الورشات أخص الورشات الأطفال أنها تسجل في الموقع الإلكتروني، والتسجيل مفتوح حاليا. سادس، وأنا بدوري كنبغي نجدد الشكر للجميع الشركاء ديالنا، وكما سبق السيد الوزير اللي من خلال دعمهم يعني كنستطيعوا اننا كل سنه نحاولوا اننا نجيو بالجديد للمعرض، وكنتمنوا لكم ان شاء الله يعني معرض، تتمنوا لينا معرض موفق ومرحبا بكم. شكرا.
بالنسبة للإخوة الصحفيين، الملف الصحفي من دابا واحد الساعة يمكن تحميله في الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض. شكرا.